بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الماكرو ادوبشن. دي مجرد مقدمة او تعريف بالفكرة نفسها، وبعد كده هتلاقي 5 فيديوهات بيفصلوا الموضوع. البحث دوت للدكتور بلال سكر وللدكتور محمد القاسم، بيدينا موديلز جاهزة بنبدأ نشوف بيه البيم وصل لفين في البلد او في قطاع الصناعة او في مجال العمارة. فبيديني بعض الموديل الجاهزة اللي بعرف فيها البيم بيتنقل من الايه وبيتوزع ازاي وهكذا. ده مهم جدا عشان نعرف احنا موجودين فين ورايحين فين، ونقارن بين وضع البيم في اكتر من مكان. هنا مثلا عندي هنا الماكرو دي على مستوى كبير، هندرس البيم مثلا على مستوى الماركت كله، او على مستوى الديفايند ماركت او سب ماركت او الاندستري او سيكتور او الديسبلين او سبيسفاي. هنا ده بتدرسه على مستوى تيم. تيم يعني فريق مكون من اكثر من منظمة. لما يكون في مشروع معانا كبير، بيبقى في واحد مثلا بيعمل الجزء المعماري، واحد بيعمل الانشائي، واحد بيعمل الكهروميكانيكال. بعد كده في عندي جزء اللي هو الماكرو، ده على مستوى احنا منظمة او organization unit او organization group او organization member. تبقى كيانات صغيرة مقارنة بالماكرو. طيب يعني ادوبشن، ادوبشن يعني تبني، بيتكون من اكثر من جزء. ريدنس يعني بندرس استعداد، هل السوق مستعد فعلا لتبني البيم ولا لا، هل في اقتناع، هل في ناس عايز الموضوع ده لا. او بندرس الامبلمنتيشن، هل هو ممكن يكون هو مستعد بس مفيش خطوات جديه، مفيش امبلمنتيشن موجوده. وبعد كده بندرس الديفيوجن اللي هو الانتشار بتاع البيم، وصل لحد فين في الجزء او القطاع اللي احنا بندرسه دلوقتي. طيب يبقى احنا عندنا 3 حاجات، الريدنس والامبلمنتيشن والديفيوجن، بيتكونين الشكل دوت. هنبقى نشوفه بالتفصيل عشان نعرف البيم وصل لفين ورايح لفين. تمام. وبعد كده عندي 5 موديل ببدأ افرغ المعلومات اللي عندي فيهم بحيث اعرف وصلنا اللي فين. يعني هنا بنبدأ نشوف عندي هنا التكنولوجي والبروسيسز العمليات والبوليسي اللي هي السياسات، وبنبدأ نشوفهم مع المراحل اللي احنا كان معناهم قبل كده برضو في البيم، الموديلينج، الكولبريشن، الانتجريشن، ونبدأ نشوف احنا وصلنا لحد فين وايه الجزء اللي ناقصنا. يعني ممكن البلد كويسه مثلا في التكنولوجي والبروسيسز بس عندها مشكله في البوليسي، فنبدا نحل المشكله ديت عشان نطور البيم لمرحله اعلى. هنا عندي النضوج بتاع البيم، في بعض العناصر اللي بتقول لي اذا كان في البيم نضج ولا لا، فببدا افرغ المعلومات بتاعتي هنا بحيث ان انا اعرف ايه الجزء اللي انا عندي مشكله فيه. يعني ممكن يكون انت كل اللي ناقصك بس ان يكون عندك بطل او واحد قائد للموضوع، ممكن يكون عندك مثلا مشكله في الليرنينج اند education. كل الحاجات دي كل واحده فيهم لها فيديو بالتفصيل يشرح ايه اللي تعمل ازاي وكل التفاصيل دي. انا عندي 8 مكونات بنبدا نشوفهم بعد كده في الفيديو اللي جاي. هنا بنشوف البيم بيتحرك منين، هل هو بيتحرك من الحكومه للشركات الكبيره والشركات الكبيره تحرك الشركات الصغيره، ولا العكس ده الشركات الصغيره هي اللي بتحرك ولا كده بتحرك الشركات الكبيره، ولا في ميدل اوت الشركات الكبيره هي اللي بتحرك بعض. بنبدا نشوف البيم بيتحرك في الدوله دي ازاي. هنا بندرس النهج بتاع التبني البيم، هيكون برضو ليه فيديو مخصص. هنا بندرس المسؤولية، احنا عندنا البوليسي والبروسيسز والتكنولوجي بيتكون منهم 9 نقط، واللي هي الستوك هولدر والبلاير. البلاير مقصود بيها اللي بيحركوا السوق. في عندي 9 بلاير جروب. تمام. وفي ده كتاب اوتوميشن ان كونستراكشن، هتلاقيه اسفل الفيديو لو عايز تحمله. هتلاقي بعد كده الفيديوهات بتفصل كل جزء من الفيديو دوت على حدة. شكرا لك.